السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع أم غسان كندا. نتمنى إن شاء الله الجميع يكون بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، يلقاكم ناشطين فرحانين إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عودة إلى كندا، الفيديو اليوم ماشي في المغرب، في كندا. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. جولة في أونيبخي وكذلك جولة في البارك دو نورمانفيل. نتمنى إن شاء الله هاد الجولة تعجبكم وتسراو معايا شوية، ونقول لكم الصحة والراحة. ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالاشتراكات وكذلك بالبارتاج، ونقول لكم الصحة والراحة وفرجة ممتعة، ونتلقى معكم فيديو آخر إن شاء الله.